مشاهدينا، وللحديث أكثر عن القانون الذي أقره بايدن لتعويض الجنود الأمريكيين من حفر الحرق في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة مالمو السويدية عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. بداية، بعد أن مرر بايدن هذا القرار لتعويض الجنود الأمريكيين المتضررين من مخلفات الحرب خلال الاحتلال، ألا يفضح ذلك مسؤولية واشنطن المباشرة عن انتشار الأمراض السرطانية في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد هذا القرار هو اعتراف واضح وصريح بأن الحرب الأمريكية على العراق، هذا الغزو، تسبب بوقوع تشوهات بسبب نشر الأمراض التعصية، بالإضافة إلى دمار للتربة والبيئة في العراق كما ذكر تقريركم. هذا الاعتراف على فكرة بأن عملية حفر الحرق هي الحفر التي تم إتلاف المعدات والمواد الكيميائية التي استخدمت في الحرب على العراق. نعم. يعني في خلال فترة 10 سنوات الماضية. نعم. وهذه كانت غازات تنبعث من هذه الحفر، فتضرر منها عدد كبير من الجنود الأمريكان، والآن يجري تعويض هؤلاء المتضررين من هذه الغازات، وهذه الغازات كانت تدخل منازل آلاف المنازل في منازل العراقيين، وتسبب تلوثا في الجو والبيئة العراقية طبعا. لكن هذه مقارنة بالأسلحة التي استخدمت في العراق على مرحلتين، مرحلة التسعينات ومرحلة ما بعد 2003، نتذكر بأن اليورانيوم المنظم استخدم في حرب الخليج الأولى عام 1991، واستخدم أكثر من مرة أيضا في القصف المتواصل، ثم جرى تكرار استخدامه أيضا بعد الغزو خصوصا في مناطق الجنوب، واستخدمت أيضا شحنات كبيرة من الفوسفور الأبيض خصوصا في مدينة الفلوجة. كل هذه اعترفت بها أمريكا، لكن الأمر أصبح بشكل واضح ليس فقط اعتراف، وإنما اعتراف بأن المواطن العراقي لا قيمة له في المنظار الغربي وخصوصا في المنظار الأمريكي. نعم. هنا أستاذ لبيد، يعني وفق هذا القرار الذي أقر لتعويض الجنود الأمريكيين ووفق اعترافات أمريكا، ألا يتحتم على السلطات في العراق محاسبة واشنطن على جرائم الحرب التي ارتكبتها وإجبارها على دفع تعويضات للعراقيين جراء ما تعرضوا له على الأقل من الأمراض؟ طبعا هذه الفرضية هي الفرضية الصحيحة، وهي الفرضية التي تستقيم مع المنطق، لكن على افتراض أن السلطات العراقية ساهرة على حياة المواطن ومكترسة بحياة المواطن. نعم. وتشعر بالمأساة التي حصلت، لكن الحكومة الحالية هي أبعد ما تكون عن الاهتمام بحياة المواطن والاكتراث بشأنه. على العكس من ذلك، الحكومة العراقية ستبقى ممتنة ومدينة تشعر بأنها مدينة لأمريكا، لأنها بفضل الغزو الذي حدث وبفضل هذه الأسلحة التي مهدت أو التي سهلت عملية غزو العراق والسيطرة عليه، هذه الأسلحة المدمرة التدميرية التي تسببت وتتسبب على مدى مئات أو آلاف الأعوام، بفضل هذه الأسلحة وبفضل هذا الغزو تمكنوا من السيطرة على العراق، وأمريكا سلمتهم مفاتيح الكنوز العراقية التي حاليا ينهبون بها ليلا ونهارا وجهارا. فلماذا يحتجون؟ لا يمكن أن يحتجوا على ذلك. ثم أن هذه الحكومة بمعزل كامل عن هموم المواطن وعن يعني بعيدا عن الحكومة ربما، ولا تستطيع أن تواجه أمريكا والغرب. جامعة بوردو الأمريكية تقول أن ما تعرض له الجنود الأمريكيون من العراق من أمراض أو في العراق من أمراض لا يقارن بما تعرض له الشعب العراقي من تداعيات استخدام الأسلحة المحرمة. هنا أين يقف المجتمع الدولي من هذه الجرائم التي اعترفت بها الجهات التي قامت بها؟ المجتمع الدولي، حتى نعرف المجتمع الدولي، المجتمع الدولي هو بالحقيقة أمريكا والمنظومة الغربية، هو هذا العالم الأول، نحن العالم الثالث وهم العالم الأول. نعم. فالمجتمع الغربي، معايير المجتمع الغربي كما نعلم
وكما أكدت الأيام وكما اعترف كثير من المسؤولين في هذا المجتمع الأول أمريكان وغرب، هذا لديه معايير مزدوجة ينظر إلى الأمور وإلى الشعوب بمكيال مكيالين، قيمة الشعوب، شعوب الدول النامية وشعوب العالم الثالث تساوي تقريبا الصفر في نظر هؤلاء. يعني الحيوان الغربي أكثر وأعلى قيمة من الإنسان العربي والإنسان في العالم الثالث. لذلك يعني نتذكر، وحتى هذا القرار الذي طبل له واحتفى به بايدن بالحقيقة يحاكي ما قالته مادلين أولبرايت، وكلنا نتذكر ذلك، العالم كله يعرف ذلك، عندما قالت بأن موت 500 طفل وامرأة عراقية، 500 ألف طفل وامرأة عراقية بسبب حرب الخليج الأولى والحصار الذي أعقبها إنما هو استحقاق، والأمر أمر الحرب هذا يستاهل، يعني يستاهل موت هذا العدد من نصف مليون. بايدن اليوم بقراره هذا يحاكي ما قالته أولبرايت، تجاهله لقيمة المواطن العراقي وتصفيره للقيمة البشرية للمواطن العراقي من خلال هذا القرار الذي يميز الجندي الأمريكي عن مئات الآلاف العراقيين الذين عانوا من هذه الأمراض وماتوا بسبب الأمراض. طيب أيضا هنا أيضا نقطة أخرى، منظمة NPR الأمريكية تؤكد أن استخدام واشنطن أسلحة محرمة دوليا تسبب بوقوع تشوهات خلقية وتدمير بيئة العراق، لكن ألم تستخدم واشنطن ذريعة امتلاك العراق أسلحة محرمة كدليل لاحتلال العراق في وقتها؟ هذا هو هذا هي جوهر المهزلة. المهزلة هي أن الإدارة الأمريكية كانت يعني الحرب التي شنتها على العراق والغزو الذي قامت به على العراق كان بدعم بحثها عن أسلحة التدمير الشامل التي زعمت أن النظام السابق كان يخفيها عن مفتشي الأمم المتحدة. وفي سبيل ذلك، يعني في سبيل هذا الغزو، استخدمت هي نفسها أسلحة ذات تدمير شامل تفوق كثيرا ما ادعته بأن العراق كان يمتلكه، واستخدمت اليورانيوم المنظف كما ذكرنا والفور الأبيض بالإضافة إلى أسلحة كيميائية كثيرة استخدمتها وتسببت في موت الآلاف ومئات الألوف، بالإضافة إلى أن آثار هذا خصوصا اليورانيوم المنظف آثاره ستبقى قائمة إلى ملايين السنين. صحيح. وتسبب في تدمير وتداعي الخراب في بيئة العراق وتدمير تربته وزراعته والبيئة. فالأمر يعني هذه المسألة، هذه المهزلة، أنه يستخدمون أسلحة تدمير شامل بحجة أنه البحث والكشف عن أسلحة تدمير شامل. هذه المشكلة قائمة من مدينة مالمو السويدية. عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لك.